سمعني، محتاج أقابلك. أنا هنا يا سكيزو، عايز إيه؟ أنا مشغول. بص، أنا عارف إنك بتحاول تساعد المعسكر، وأنا بحاول أساعدك وأساعد المعسكر. قابلني ورا المأوى، سكيزو ينسحب. لا يا سكيزو، ده لازم يبقى كويس. بسأل نفسي دايما عن الوسوخ، هما بيحسوا بالألم أي حاجة؟ أنا مش عارفة، يا ريت يبقى غلط. ماشي، أنا هنا. عايز إيه؟ استنى، تعال هنا. سكيزو، إيه اللي بيحصل؟ لو دخلت جوه هوريك. أنا فكرت في اقتراحك، اللي كان إننا نقفل الكهف شمال المعسكر ونمنع الحشود اللي بتمر منه لمزارعنا. طيب، المشكلة إن مايك مش هيلاقي أي أسلاك تفجير للمهمة دي. لا، بس أنا عارف هجيبها منين. من هنا. لا، مستحيل. أنا عارف بتفكر فيه. لا صدقني، لا، أنا في وسط منطقة الممزقين آخر مرة رحت جبت أدوية أنقذت حياة لا. صاحبك. لو جبنا الأسلاك هنفجر الكهف ونودع الأعداء. على فكرة دي كانت فكرتك انت. بص، دول قفلوا الحدود وكمان قفلوا النفق. لو انت رحت هناك هتقوم حرب يا سكيزو. انا عندي خطة، زائد اني هاجي معاك وابعد عنك المتاعب. خد كل اللي تحتاجه من معدات، واتمنى ان احنا ما نحتاجهاش، بس مين عارف. وبعدها قابلني هنا في طريقة هياخدنا الايرون ريدج. ايه؟ هناك. اتكلم عن ايه؟ خليك واثق فيا. يا خبر، هتيجي؟ اشوفك هناك. ازيك يا صياد الجوائز؟ بلير، ايه الاخبار؟ اوكي. هي دي. خد بالك من نفسك برا. استنى، بتعمل ايه؟ اللي هنعمله هو اننا هندخل من غير ما ياخدوا بالهم. على رجلينا؟ ما قلتليش هنروح على رجلينا. فاكر اللي عملته اخر مرة، خدت موتوسيكلك ورحت هناك.
معاك حق. تخيل ولا مرة شافونا. طيب ايرون مايك قال انه بعت لك علشان تتفاوض مع كارلوس؟ ثانية، العجوز هو اللي قال لك كده؟ ايوه طبعا اكيد. ماشي، اعتقد ان مفيش ضرر انك تعرف، بما ان انت وصديقك جزء من المعسكر دلوقتي. طيب بما اننا بنعدي واضح ان الموضوع تم كويس قوي، انت رديته بايه؟ الباب الملعون؟ السلام والتحيه. صح، كان حلو، زي ما تكون بتتفاوض مع شويه قرود عقولهم مش موجوده. بس عارف، لو ما تمسكناش النهارده يبقى معاهده العجوز لسه شغاله. حتى بعد ما اشتبكت معهم انا وبوزر في معسكر روج، كارلوس قال ان دي كانت غلطه، انهم كانوا شويه ممزقين فاسدين، فهمت؟ المهم انها مش هتتكرر تاني. وانت مصدقه؟ وانا ايش عرفني، انا بس واحد من اتباع مايك زيك بالظبط. ايه ده، سمعت ده؟ ايوه ديابه. تفتكر هم اتعدوا؟ افتكر اننا قربنا نكتشف ده. ازاي قدرت تدخل قبل كده؟ كان في سلم خشب قديم المنقبين سابوه، او مستكشفين الكهوف. يلا هنا، ارفعني. مستعد؟ تمام، يلا. نجحت. بص حواليك تحت، شوف لو السلم موجود، انا هدور فوق. طيب بسرعه، لازم نطلع من منطقه الممزقين قبل طلوع الشمس. صح، قول لي حاجه ما اعرفهاش. ديابه خلاله، هتصرف. شيني في تاني. سكيزو انت فين بالظبط؟ ثواني لقيته. حاسب راسك. فهمت. لقيت خريطة بين أوراق مايك فيها طريق في الغابة القديمة دي. أنا متأكد إن أيرون مايك بيحب تلعب في حاجته. اللي ما يعرفوش العجوز ما يضروش. أكيد. المهم، شايف الطرق حالتها وحشة، الخريطة بتقول إنها مقفولة. شايف ده؟ ايوه، نار الممزقين. ما شفتش واحد قبل كده؟ لا، مسميينه التجمع، بيعملوا فيه كل حاجه وحشه. يلا نلف حواليهم، مش عايز اشوف اي حاجه. مش مهتم، انا عايز اشوف ده. ايه، انت عايز تموت ولا ايه؟ مش النهارده. بص انا بس عايز اشوف ايه اللي بيحصل مع الاندال دول بنفسي. عارف الارتقاء في سلام، ارتقي والحاجات دي. طيب بس خليك جنبي، لو اتفرقنا هنروح في داهية. هاجي وراك. لحظة، استنى. ايه
المنسقين بياخدوا أنواع معينة من الأدوية علشان ما يحسوش بالألم. يلا ناخد لفة. كنت بفكر في ده. شفت حاجة كده قبل كده؟ لا الموضوع مش كده. ولا أنا. عشان كده لازم نفضل مستخبيين. لو اتمسكنا هنا معناش رصاص يكفي نهزمهم. أنا سامعك. ومين كان يعرف؟ مش مصدق. وطرف لازم نبعد عن الطريق. ايوه يلا يلا نرجع للريف. عارف المكان ده؟ أنا أنت متأكد إن ده الطريق الصح؟ أيوة. ليه؟ كنت متعود أعدي بالموتوسيكل من المكان ده زمان. إيه؟ مراتي تعودت على الشغل هنا، كان في معمل أبحاث هنا شرق أيرون بيوت. المهم اتعودت أعدي من هنا. صدقني كان جراج النقل كان في الاتجاه ده. يلا بس نتحرك. هتشوف من هنا. ده ممزقين بيستخدموا زمرات علشان يجذبوا المسوخ. يلا هو عايز ممزق تانية تبع كرس زفت. القرف ده وهنشيل وجع وانت هتحس بالوجع. مستحيل. طيب لا 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 سيبه احنا مش جايين نبدا حرب. لحظه بس لحظه. ايه ده؟ حد يساعدني، حد يساعدني ارجوكم. يلا ارجوكم يعني لازم نمشي. لا 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 مش هنسيبها للمسوخ. ايه؟ لا اسمع كيزو، احنا مش هنسيبها. مش ده سبب وجودنا هنا. مش مصدق. طيب ماشي ماشي. اوكي مسكتها مسكتها. طيب رجليها اتكسرت، مش هتعرف تروح في اي مكان. لازم نتحرك من هنا بسرعه. يلا بسرعه. حبيبتي حبيبتي ما تقلقيش خالص، كله هيبقى كويس. خلاص اهدي بقى اهدي. كله هيبقى كويس. بس بس حبيبتي بس. لازم نمشي في الاتجاه ده. Thank you.
ايوه انا تمام. انت عملت الصح تمام؟ انسى الموضوع يا اسكيزو. اضطرينا نعمل كده. انسى الموضوع. مستحيل. وطي وطي. وهنعمل ايه دلوقتي؟ ده تجمع مسوخ. دي مش زحمة مسوخ. امال ده اسمه ايه؟ الممزقين. يلا بينا. يلا يلا. دول اتجننوا خالص. شفت قائدهم قبل كده كارلوس؟ لا شكله أجن منهم. عنده ندوب على ظهره كله رعايته ورجليه. اللي بقوله مايك دايما ما ينفعش تعمل معاهدة سلام مع مجانين. أنا قلت لك يا سكيزو إني مش هقف ضد أيرون مايك. يلا أكيد في طريق تاني للدخول. هاي استنى خلينا نبص على المكان. ايه اللي بتقوله ده؟ احنا ما نعرفش ايه اللي جوه فخلينا نبص على المكان يمكن نلاقي حاجه تفيدنا. ايوه ايوه ماشي. ليه لا، بص على المكان وشوف لو في حاجه. ايه رايك نجرب الباب ده؟ مقفول. لحظة لحظة، انت مش عارف ايه اللي جوه؟ الوقت ده بالليل هيبقى فاضي ما تقلقش. تمام. انا ما شفتوش، فاجئني بسرعة. ايوه بتحصل. ايوه اعتقد كده. يا ديك انا مديون ليك. بتكلم جد. هنا ساعدني ندخل من هنا. بصراحه مش متاكد. يلا ماشي. لسه هنحاول ندخل. في حل تاني؟ مستعد؟ ارفع. عدي انا همسكها. روح انت انا هشيلها. يلا بسرعة شيل معايا. مصيبة يا زميلة. ده معلق. اسحب. ده معلق. تمام كله تمام. لفي من هناك وانا هشوف طريقة افتح الباب من جوه. هنا. تيك تيك تيك. هذه القرف. عجبك ده؟ عجبك ده؟ شويه من ده. انت رايك في ده؟ ايه رايك في ده؟ Thank you.
اتحبست في مخزن مع شوية مراوغين غضبانين، تفتكر ايه اللي بيحصل؟ خلصت. هنا هنا الباب اتفتح. يا خبر، انت كويس؟ ايوه، ده مجرد مراوغ صغير صح؟ يلا. ايوه يلا، بس ندور على اسلاك التفجير. مقفول جامد. ايه رايك؟ مكتب رئيس العمال هناك فوق، ده مكان حفظهم للحاجات دي. طيب حلو، هنطلع فوق ازاي؟ يلا هساعدك في الطلوع. ثانية، عايزني اطلع انا الاول وخلاص عشان لو في حاجة فوق. اوه موافق، يلا نتحرك. ايوه ماشي. تمام، انت مستعد؟ أيوة. فوق فوق. مش ممكن. طيب انا فوق، اديني ثانية. شوف حاجة استخدمها علشان اطلع. هو حاسب رأسك. ما كانش صعب. ايه اكيد هو ده. امسك كده لحد ما شده. طب ليه ما خرجوش انا؟ انت لسه مش واثق فيا؟ في الحقيقة انا واثق. يلا بينا نخرج من هنا. سكيزو، انا كنت عايز اقول شكرا. لا لا يا راجل، علشان جيت معايا وساعدتني. مش مصدق. لا انا اقصد ما كانش مترحب بينا في لوست ليك. انسى الموضوع. ماشي. حيوان، زفت. تمام يا سكيزو، بص لما نرجع المعسكر لما ت... انت بتعمل ايه؟ اسف يا صاحبي، هي دي الطريقة الوحيدة. انت عارف انا مين؟ لا، افتكرت ان الممزقين ما عندهمش اسامي. احنا على الطريق الصح. اتباعي، انا اتباعي كلهم غيروا اساميهم خلاص، كلهم ما عدا انا لحد دلوقتي. اها، كارلوس. جيسي، ايه ده؟ ما غيرتش اسمي ولا نسيت ذكرياتي،
عن ازاي انت وبوزر وجيرسي جيم ثبتوني على الارض في وقت ما كان جاك بيحرق لي جيسي مرة وقت على ده ما كانش المفروض اننا ايوه انا فاكر صريخي كويس جدا. انا فاكر كمان حاجة تانية تعلمتها في اليوم ده، حاجة مهمة، كل حاجة تخصك وكل حاجة ممكن تخليك انت ممكن تتحرق كلها. لحد ما يفضلش اي حاجة غير اسمك. هما النسوخ كده انت عارف، اتعلمت ده كمان علشان كده لازم نبقى زيهم بالظبط. اوكي، هنتواجه ولا هتقتلني بكلامك الممل ده؟ احنا هنواجه بعض. ديكن سين جون، بس مش هنعمل ده لوحدنا صح كده؟ يلا ايوه احنا مش هنعمل كده من غير بوزر صح؟ لازم نخلص الموضوع ده سوا احنا التلاتة. يلا ايوه اول واحد. وايه لسه قدامنا دسته واحتمال اكتر. ايه الصدف السعيدة دي؟ احنا التلاتة انا وانت وبوزر لسه عايشين. لو متجمعين هنا في اخر العالم. انت ايه اللي عملته في بوزر؟ هو لسه ما جاش، لكن اكيد هيجي قريب قوي.